يعد الخط العربي بمختلف مدارسه وأنواعه الحافظ الأول للتراث العربي والإسلامي والذاكرة التي تصون تاريخ الأمة العربية من الاندثار. مع تطور التكنولوجيا الهائل ولجوء الإنسان للكتابة الإلكترونية، ما زلنا نرى أجيال من الخطاطين المتميزين الذين يحافظون ويدرسون هذا الفن. أكيد نور، بصباحنا لليوم رح نضوي على مدرسة عريقة بالخط العربي إلى اسمها ومكانتها مع الخطاط أدهم فادي الجعفري اللي أقام الأمس ندوة في المركز الثقافي العربي بدمشق بعنوان المدرسة الشامية بالخط العربي. وأيضا رح نحكي عن هذا النموذج أكثر معه. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير. صباح الخير. خلينا بالبداية نعطي يمكن لمحة للمشاهدين عن المدرسة الشامية. المدرسة الشامية، نحن نعلم أن الخط يتناوله الخطاطون في العالم، وكل خط نوع من الأنواع يكتب في جميع أنحاء العالم، ويتبارى الخطاطون ضمن قواعد واحدة. يعني الخط الثلث مثلا يكتبه أهل دمشق، يكتبه أهل في كل البلاد العربية، حتى في عند الأعاجم أيضا يكتبون هذا الخط، وتقريبا القواعد واحدة، لكن يتبارى الخطاطون بعد إتقان القواعد والموازين إلى جمالية حركات الحرف وجماليات التركيب. فكان لدمشق أولا في نشأة الخطوط هذا الخط، خط الثلث وخط النسخ، وانتقال الخط من الكوفي المستقيم إلى الخطوط اللينة، كان لدمشق لها دور بارز في بداية العهد الأموي. وأول من وصف بجمال الخط كان هو خالد ابن أبي الهياج، كان كاتبا في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد كتب المصاحف وكتب كثير من الخطوط، وكتب من الأشياء الهامة التي كتبها من والشمس وضحاها في آيات القرآن الكريم إلى نهاية القرآن الكريم في قبالة المسجد النبوي بالذهب، كتبها بالذهب. وبعد ذلك أيضا استمر هذا التطور وهذا العطاء الكبير عند قطوة المحرر الذي وضع قواعد هذه الخطوط التي إلى الآن نستخدمها، خط الثلث وخط النسخ، وخطوط أخرى أيضا بقيت في تلك العصور وما استمرت إلى الآن، وكانت تسمى أقلاما، ما كانت تسمى خطوطا، لأنها كانت تكتب بنسب ثابتة بأحجام ثابتة، والأقلام الستة التي بعد ذلك في العصر العباسي بدأت التقعيد لها ووضع القواعد لهذه الخطوط. نعم، يعني أستاذ أدهم، بعد ما أخذنا من حضرتك هاي لمحة تاريخية، خلينا نحكي شوي ونفصل شو اللي بيميز هاي المدرسة عن باقي المدارس بالخط العربي. تكلمنا في الندوة البارحة عن عدد من الخطاطين المبرزين، ومن أبرزهم خطاط بلاد الشام الأول بدوي الديراني الذي كان له في حياته مكانة في كل العالم، وكان الخطاطون يزورونه، وهو أيضا يذهب ويزور كبار الخطاطين، وكان مشهورا، وحتى هاشم البغدادي رحمهم الله، توفي بدوي 1967، جاء هاشم البغدادي احتراما له من بغداد ليكتب له شاهدة قبر بدوي الديراني، وإلى الآن موجودة في مقبرة الميدان في ميدان حقلة، هذه الشاهدة بكتابة جميلة جدا احتراما لهذا الأستاذ الكبير. واستمر عطاء بدوي الديراني وتعليم الأجيال من خلال كتاباته، يعني كتابات بدوي التي بقيت خاصة بالخط الفارسي، خط التعليق، بقي الخطاطون ينهلون منها الفنون والتفاصيل الجميلة، وكيف استطاع أن يخدم هذا الخط ليبرز هذه الجماليات للغة العربية من خلال الحكم والأشعار والآيات والأحاديث النبوية الشريفة. طيب، فينا يمكن نعرف المشاهدين عن المدرسة الشامية من خلال تخطيطك لبعض الكلمات؟ إذا نعم، هنا أكتب أنا وعز شرقي أوله دمشق. نعم، بخط الديواني. طبعا الخط الديواني هو من الخطوط اللينة والجميلة، وتكوينات هذه بالخط الديواني كما طبعا
نذكر أن الخط الديواني قديما كان يكتب في دواوين الدولة، وكان يكتب على سطر، يكتب فقط للسطر. لكن بعد ذلك تطور يعني الحاجة إلى تطوير الخط، احتجنا إلى شيء تكوين جمالي لتركيب الديواني، فأخذنا هذا الشكل من تراكيب أخرى لخطوط أخرى مثل خط الثلث واستخدمناها في الخط الديواني. تم إضافة عليه للخط الديواني فينا نقول؟ نعم، هو يعني تطوير بناحية، طبعا اعتمادا على القواعد الأساسية التي كانت له. شو هي القواعد الأساسية؟ ما هي القواعد؟ قواعد في الخطوط تضبط أول شيء ميزان الأحرف مع بعضها. يعني عندما أنا أكتب سطر من الأحرف مثلا وعز الشرقي، الواو يجب أن تكون متناسبة مع العين كصفة حركة، يعني هنا الواو لينة، أيضا العين يجب أن تكون لينة. لا أستطيع أن أكتب واو مثلا ديواني لين مع عين خط كوفي قاسي، تمام؟ إنما يجب أن تكون الأحرف متتابعة كحجم، متناسبة ككتلة، وأيضا متناسبة كصفة حرف، يعني الليونة في هذا الخط تناسب باقي الأحرف، والتحجيم أيضا بنفس الشيء. فالخط له ميزانين، الميزان الأول هو النقاط، يعني مثلا ألف النسخ 5 نقاط، تمام؟ الباء في النسخ 5 نقاط، الألف في الديواني 6 نقاط. هذا الميزان كطول هو مهم جدا أن يكون قياسه صحيح، لكن يوجد جماليات داخل الحرف يؤديها الخطاط، وهنا يتميز خطاط عن آخر. كل من أتقن الخط يكتب بميزان صحيح، يعني يكتب الأحرف بحجم صحيح، إنما ماذا يميز يعني بعد أن أنهى القياسات الصحيحة؟ يميزه تركيب اللوحة، يميزه تناغم الأحرف، يميزه حركة القصب مع الحبر، وكيف يؤدي هذا الحجم الصحيح بأشكال جميلة بشكل تجريدي فيه ترفيع للحرف في مكان وتسميكه في مكان، حتى يؤدي هذا الحرف بشكل جميل والناظر إليه يرتاح نفسيا في رؤية هذا الحرف ويجد أشياء جمالية في داخل هذا الحرف. نعم أستاذ أدهم، حضرتك حكيت عن تطوير يمكن بعض أنواع الخطوط، ولكن مع الحفاظ على الأساس، ما يخشى حاليا من أنه هذا تطوير يمكن خلينا نقول يدخل شوي على الأساسيات، القواعد الأساسية ممكن يصير في عنا تشابه كتير بأنواع من الخطوط بسبب هذا التطوير الزائد؟ يعني من يراجع التاريخ يجد أن كل الفنون السقيم منها يبقى في زمانه. يعني مثلا قصيدة شعرية مثلا قيلت مثلا قبل 400 سنة، إذا كانت على مستوى عالي في اللغة وفي التعابير التي فيها تبقى، أما القصيدة السقيمة تبقى في زمانها، خلاص انتهت. كذلك الخط، كثير من يعني على مر العصور ليس كل الخطاطين مجيدين بنفس المستوى، فالخطاط المجيد تبقى القطعة قطعة هذا الخطاط، كما مثلا لوحات بدوي الديراني الآن رحمه الله يتناقلها الناس ومعروفة، مثلا هذه اللوحة موجودة عند فلان من الناس، صحيح الآن في وسائل الاتصال تتناقلها الناس كثيرا، ولكن معروف أن هذه أصل هذه اللوحة موجودة عند الشخص الفلاني في المكان الفلاني، وقد كثيرا يعرفها أنها معلقة بهذا الشكل ولها هذا الإطار الخشبي. نعم، فاللوحات الجميلة تبقى، والسقيم هو يبقى في زمانه وينتهي، لا يستمر. فكل من يبدأ بالخط يجود فيه إلى الأعلى هذا يستمر، يظن أنه نفسه يجود وهو إلى الوراء، هذا سيبقى في زمانه، ويعني لا نخاف من هذا الشيء. نعم، ودخول الكمبيوتر له شقين، سلبيات وإيجابيات. نعم، سلبيات وإيجابيات. إيجابيات هذا التواصل، كثير منا يهدي لوحة خطية إلى صديقه وينشرها في هذه الصفحات ونجد تعليقات الكثيرة، تمام، والتمحيص في هذه اللوحة وإعمال العقل في معاني هذه القطعة المكتوبة، إن كانت آية قرآنية تحفز على منقبة جيدة، مثلا وقولوا للناس حسنا،
آية قرآنية. طبعا أنا أقرأها في سياق الآيات، ممكن لن أستطيع أن أدقق المعنى في ذهني لأنني أقرأ مثلا صفحتين ثلاثة، أما عندما أجدها بخط جميل مكتوبة ومهدات لي في مجموعة أو في أكثر سيصل هذا المعنى إلى عقلي، وإن شاء الله سأستثمر هذا في أؤديه وأعلم أبنائي وأعلم طلابي هذا. وقولوا للناس حسنة، يعني لا تقول للإنسان كلمة تستطيع أن تؤدي الفكرة التي تؤديها إما بعصبية وبألفاظ سيئة أو بألفاظ جيدة بالنصيحة. نعم، وقولوا للناس حسنة. فأثمر هنا الخط، جمالية الخط، وأيضا جمالية المعنى، وهذا يميز اللوحة الخطية العربية أنها ليست مجرد يعني قراءتها تعطي فورا معنى دلالي، يعني الفنون الأخرى أيضا تعطي معاني لكن بعض المعاني تكون غامضة أو بحاجة لشرح كثير، أما هنا خلاص وقولوا للناس حسنا، يعني آية معبرة واضحة يقرأها الصغير والكبير يتمثلها في أفعاله وأقواله وأعماله. نعم. طيب خلينا نحكي معك، نحن مع التطور مثل ما قلنا والتكنولوجيا، كيف فينا اليوم نحافظ على الخط العربي والمدارس هاي؟ يعني هالخط العربي صار فيه تطور نوعا ما لمواكبة التطور اللي احنا فيه، بس قديش نحن قادرين اليوم نحافظ لأنه هو تراث عربي، هو هوية عربية فينا نحافظ عليها؟ صحيح، كما تفضلتم الخط العربي فيه أشياء تتطور إلى الجيد وأشياء تتطور إلى يعني الشيء السيء. مثلا كثير من خطوط الكمبيوتر، هذه الفونتات تكون غير جيدة، تمام، وبعض الناس أيضا بعض المصممين يستخدمها في إعلاناته. ما الذي يجعل الناس أن يفهموا هذا شيء جيد وهذا شيء غير جيد؟ تمام، الناس هم الذين يحكمون على هذا الفن. كان النظرة الأولى يا بيجذبك العنوان وبتقرأ يا بتحس بنفور، وخصوصا إذا ما فهمته. صحيح تماما، هو هذا بالضبط، يعني يجب أن نحن أن نكثر من معارض الخط ونرفع ذائقة الناس. يعني عندما الإنسان ينظر بشكل صحيح إلى هذا الفن سينتقي منه الشيء الجيد، وعندما تكون ذائقة الناس عالية هو سيرفع مستوى الفنان، لأن عندما يكون الفنان يؤدي أشياء يفهمها الناس هذا يكون يعني يحفزه على إنتاج أعلى وعلى تطوير لذاته وتطوير لفنه. أما إذا كان كل الناس مثلا يكتب حرف بأي شكل وكل الناس يقول ما شاء الله جميل، طول بالك، يعني ليس بهذه السرعة. يجب أن نرفع ذائقة الناس في كل الفنون، في الخط، في الرسم، في الموسيقى، يعني يجب أن يكون الإنسان على وعي عالي وعلى ذائقة فنية عالية. لا نأخذ كل شيء مطروح، خطأ، لا نأخذ كل فكرة موجودة، لا، يجب أن يكون عندنا قواعد لرؤية الفن، قواعد لرؤية الخط، قواعد لسماع الموسيقى. نعم، ننبذ الشيء السقيم و نأخذ الشيء الجيد. هذا الشيء مثلا كان في سوق الحميدية متحفا للخط، كنا عندما نمر كأننا نمر عبر 200 سنة. اللوحة هنا كتبها بدوي الديراني، التي بعدها كتبها ممدوح الشريف، التي بعدها كتبها عبد الصلاحي، وتمايز كل خطاط ماذا فعل في هذه اللوحة، يعني هي لوحة محل، اسم محل وماذا يبيع هذا المحل، ولكن هي قطعة فنية. هذه القطع الفنية التي نراها ترفع ذائقة الناس لأنها موجودة بين يديهم وفي مكان أثري، يعني نعم، في مكان أثري، في مكان أثري ومكان عام. كثير من الناس لا يذهبون إلى المتاحف ولا يحضرون المعارض، لكن هذا المعرض موجود في الحاضر. يجب أن نحن لا نسمح للوحة إعلان أو لوحة أن يكون سقيما، لأنه
يخفض من ذائقة الناس، يخطئ وكان سابقا يتباهى صاحب المحل أنا اللي خطط لي مثلا صحيح. اللوحة تبعيتي الخطاط الفلاني هي مفتقدة اليوم يعني لما يعني أنت الخطاط الفلاني مثل ما قلت لا أنا الخطاط في لوحة يعني كان يمكن طقس من طقوس جميلة وكان لا يرضى أن لا يوقع الخطاط تحت الكتابة مثلا بدوي الديراني هل يرضى أي إنسان مثلا يكتب له اسمه لماذا لم توقع تحت اسمي إذا أنت غير راضي عن هذه الكتابة تمام يعني كأنه ماركة كأنه يشتري من مكان فاخر جدا ويريد أن يظهر هذا مثلا توقيع بدوي تحت اسمه أو تحت العنوان وكثير من دور النشر تطلب التوقيع تقول أنا أريد توقيعك تحت الخط لأنك أنت مسؤول عن هذا هذا الشكل إذا ما وقعت إذا أنت غير راضي عنه تمام لا يمثلك كشخص تمام و يعني كل خطاط له بصمة الخط هي واحدة تمام وجمالية واحدة لكل كل إنسان كل خطاط حتى كل إنسان عندما يكتب يضع من روحه في الورق نعم يعني قبل ما يداهمنا الوقت وخلينا نشوف بس مع حضرتك الجملة اللي كتبتها وهي وعزه الشرقي أوله دمشق أوله دمشق طبعا هذه كتابة سريعة جدا يعني فورية حالية نعم هي الخط الديواني بخط الديواني ويمكن من أكثر الخطوط معتمدة يمكن والله الديواني من الخطوط هو في الحقيقة الديواني نلجأ إليه مثل الآن في هذا المكان للسرعة لن أستطيع أن أكتب بخط سلوس لأنه بحاجة إلى استقرار أكثر على الطاولة وكذا خط الديواني سريع ولين يعني نهرب إليه في كثير من الأحيان وهو خط جميل وهو خط كتابة بطاقات الأفراح لأنه خط سعيد نعم ولين ولطيف نعم يعني بختام حديثنا مع حضرتك بدنا نتشكرك كثير نحن دائما من خلال تواجدك معنا بنحاول نعمل اضاءه على ارث ثقافي وحضاري اكيد تتميز فيه سوريا ومدينه دمشق شكرا لك بنتمنى لكم التوفيق بكل المعارض القادمه وايضا بضل هالارث محفوظ بايديكم شكرا لكم شكرا لاهتمامكم وشكرا لنشر هذا الفن يعني الذي يجب ان يدخل في كل بيت وكل طالب يجب ان يكتب بشكل صحيح واحرف صحيحه وكل طبيب ان يكتب الوصفة الطبية بشكل واضح نتمنى لك التوفيق نتشكرك ومثل ما قلت لازم نحافظ على الخط العربي لأنه هو بالنسبة لنا هوية شكرا كثير